كملينا مع حضراتكم استاذ شريف، نكمل كلامنا عن نادي الزمالك والاسباب اللي ممكن تكون ادت للموقف الحالي بالنسبه لشكل الفريق والامور الخاصه بالفتره القادمه. واستاذ محمد بيقول لي الزمالك بعيد تماما عن اي بطوله هذا الموسم، والمستر جوسوالدو فيريرا عن الدوري بالذات، يعني موجود عن الدوري بطوله الدوري السنه دي فقط عشان بناء فريق. هل متفق معاه في النقطه دي؟ هو بس انا مختلف معاه في ثلاث نقط يعني من الكلام اللي قاله. النقطة الأولى وهي مشكلة الزمالك، هو بيقول لك المستوى النتائج لا، الزمالك مش مشكلته فنية، الزمالك أزمته إدارية ومالية. إدارية إن تعاقب عليه كذا لجنة ومجلس لسه جاي، ومالية لأن هم ما قدروش يجددوا اللعيبة دي ولا يدفعوا الرواتب. تاني حاجة أنا ضد إن أنا أرمي الفوطة وأقول أنا هلعب ب 2003، معنى كلامك ده إن أنت مش هتنافس على الدوري، يعني ممكن ما تطلعش تاني الدوري، فما تلعبش دوري أبطال الموسم الجاي. انت بتبني فريق عشان تلعب بيه في الكونفدراليه؟ ده لو كملت بقى وفي في الكونفدراليه ب 2003 والكلام ده، فطبعا ده غلط. تاني ثالثا الصفقات، عمال تقول اسماء وللاسف اسماء يعني مش الاعلام، يعني لو الاعلام مثلا بيضرب اسماء في الهواء وكده ممكن تعدي، لكن لما يبقى مسؤولين جوه النادي يقول لك انا هجيب فلان وهجيب فلان وهجيب فلان وهجيب فلان، مفيش الكلام ده ما عادش بيتم. الصفقات بتتم في الغرف المغلقه وبعد ما تخلص تعلن، لكن انا هجيب فلان ورمضان صبحي قال لي انا جاي ومش عارف مين وفرجاني قال لي انا جاي، وعلى كلام على لسان مصادر جوه النادي، لا ده مفيش حد بيفاوض كده، يعني التفاوض ما بيبقاش كده، وفرجاني قال لي ومش عارف وهرجع مين وهطلع مين وهخش في ايه، مفيش الكلام ده كله. فلا يعني انا ضد كل الكلام ده كله، لكن الزمالك عنده ازمه، ازمه اداريه وماليه نتيجه للازمه. ده نتيجه ليه؟ في ان الاداء مش حلو. اما الاداء مش حلو ليه؟ بس عشان الاداء مش حلو ليه؟ عشان ايه؟ عشان اللعيبه ما بتاخدش فلوس، واللعيبه عايزه تجدد. لا اللعيبه واخده فلوس، اللعيبه واخده فلوس. هل انت بتتكلم على اصلا متاخره بالنسبه للاعبين؟ لا في لعيبه، كل اللاعبين الاجانب دي جزء من المستحقات. طارق حامد دي جزء مستحقات، بس هو طارق حامد ما هو مصاب، مش بقول انه مصاب ايا كان بقى. انا بتكلم على فتره بقى، اداء طارق حامد لما بيبقى في الملعب ما عمرناش حد بيعترض عليه ويقول ان لا ده عشان طيب ما ده جزء مهم جدا. بقى لما بنتكلم في الاداء عايز ايه برضه؟ الاداء وحش. الاداء وحش. الاداء وحش ليه يا محمد؟ ليه الاداء وحش ليه؟ ما هي دي اللعيبه الاداء وحش في الاهلي، وحش في الزمالك، وده بسبب الاجهاد. خلينا في الزمالك دلوقتي وبعدين بنتكلم على الاهلي. ما احنا بنتكلم ايه السبب؟ الازمه في الاهلي، الازمه في الاهلي اجهاد مش ماديه ولا اداريه. والزمالك مش اجهاد؟ لا مش اجهاد طبعا. لا لا الزمالك مش اجهاد. لا مش اجهاد. الزمالك لعب كاس عالم، هو بس البطولة الوحيدة كاس عالم الاندية. لا لكن لعب ماتشات دوري قد بعض، لعب ماتشات دوري ابطال افريقيا قد بعض. الزمالك لعب اكتر في الدوري وفي بطولة امم افريقيا. طيب عايز اقول لك لعيبة الزمالك كانت اكتر من لعيبة الاهلي، فبالتالي لو في اجهاد او حاجة فهيبقى كذا صح ولا لا؟ برضه دخلتنا في قصة تانية يا محمد، مش انت بتتكلم عن الاجهاد في حتة تانية. انت قلت لي ان الاهلي، انا بتكلم عن الزمالك، ليه الزمالك وصل فنيا الى هذه الحالة؟ الاجهاد الاهلي اجهاد. اشمعنى يعني هو حلال إجهاد. حلال للاهلي وحرام للزمالك؟ ما عندوش ازمات ماليه ولا اداريه، لكن الزمالك عنده ازمات تجديد 11 لاعب. دي ايه علاقه التجديد؟ ازاي يعني علاقه التجديد؟ لما هجدد ابقى لعيبه كلها عايزه تمشي. انت مش بالنسبه للاعبين يمشي، بس ايه المشكله؟ مشغول الله هو عشان هيمشي هو ده وحش بره وبتاع وكده بالعدد ده في وقت. هو ده مش نفس اللي حصل، ده مش ممكن يخرج مش ممكن على الاهلي والزمالك صح ولا محمد؟ لكن ده عنده في المباريات دي كلها. فرجاني ساسي السنه اللي فاتت الزمالك، فرجاني ساسي اخر سيزون، هو فرجاني ساسو الاساسي اللي كان بيلعب مع الزمالك قبل كده، ما هو نفس المستوى اللي عامله بن شرقي. لا وكان بيلعب لاخر لحظه، كان بيلعب لاخر لحظه. لا ما كانش بيلعب لاخر لحظه، كان بيلعب لاخر لحظه. فرجاني ساسو اتفرج على التلفزيون تاني بقى يا استاذ شريف. هو مشي لما نهايه عقده. لا مشي قبل نهايه عقده. لا نهايه عقده مشي 30/5 عليه، والا كان الزمالك كان اشتكاه يا فندم. انا ما بتكلمش كده، حتى قبل ما يمشي 30/5 حسب عقده هو اللي قبل ما يمشي ما كانش هو فرجاني ساسي. ده بالنسبه لك انت شايف؟ لا مش بالنسبه لك، بالنسبه للناس كلها. لا ده الناس بتاع اللي جوه الزمالك اللي كانت بتقول كده. مين اللي جوه الزمالك؟ عمال كل شويه تقول جوه الزمالك، مصادر جوه الزمالك. مين جوه الزمالك؟ هو عامه فرجاني ساسي كان موجود قدام الناس كلها يعني بالزبط. مش ما كانش القصه بس. طب هو اللعيبه دلوقتي بتلعب زي ما هو زي الفل، مفيش مشكله فيها في القصه، بس الاداء مجهد، اجهاد عام للكل. مش شايفه حاله من مش الهبوط في مستوى، لان انا بركز في حاجه ثانيه، بركز في تجديد عقدي خالص. مش عاجبني الوضع. هو انا لو في المفاوضات لو انا همشي، لو انا همشي انا بديك ميعاد معين، لو ما جيتش طب انا هقول لك على حاجه. لو انا همشي مش هسوق نفسي ان انا كويس؟ طب انا هسالك سؤال،